هنا حامد. شكرا رويدة. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم هذه التغطية المفتوحة والمباشرة للعملية التي جرت قرب مستوطنة عيلي في جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، حيث تعرض 7 إسرائيليين إلى هجوم من 3 مسلحين فلسطينيين. حتى الآن قضى 4 إسرائيليين تقريبا من أصل 7 تعرضوا للهجوم المسلح قرب مستوطنة عيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن قواته أطلقت النار على فلسطيني يشتبه بتنفيذه لهذه العملية، وأنه يقوم بعملية تمشيط واسعة في هذه المنطقة بحثا عن مشتبه به ثان لإطلاق النار. جيش الاحتلال دفع طبعا بتعزيزات إلى هذه المنطقة، ونتنياهو أعلن أنه سيجري تقييما للوضع، وكذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشباك سيجريان تقييما للموقف. ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله مراسلنا عميد شحادة. عميد، هل هناك جديد؟ وسائل الإعلام الفلسطينية حامد تتناقل هوية الشاب الذي نفذ العملية، وهو من حسب المعلومات التي تحدث فيها مصادر محلية هو من بلدة عريف جنوب نابلس، هي بلدة ملاصقة لبلدة حوارة جنوب نابلس. هذه هي المعلومات الأولية، أن المنفذ الذي أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بحسب وسائل الإعلام الفلسطينية محلية ومصادر محلية أنه من بلدة عريف في جنوب نابلس، وهو أسير سابق لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. تم تنفيذ العملية باستخدام سيارة شيفروليه سوداء تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية. وصل منفذون فلسطينيون مقاتلون فلسطينيون إلى مستوطنتين، على مدخل هذه المستوطنة هناك محطة انتظار وهناك محطة للوقود، بدأوا بإطلاق النار على ما يبدو أنهم كانوا يحملون سلاح M16 وسلاح آخر من نوع كارلو. بدأوا بإطلاق النار وقتلوا 4 مستوطنين وأصابوا 3 آخرين قبل أن يتمكن منفذ آخر أو منفذين اثنين، من غير واضح لغاية الآن فعليا منفذ أو منفذين اثنين كانوا تمكنوا من الهروب والفرار من هذا الموقع قبل أن تصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إليه. هناك منفذ تم إطلاق النار عليه، والمعلومات الأولية أنه من بلدة حوارة جنوبي نابلس، وقوات الاحتلال تجري عمليات تمشيط الآن في القرى والبلدات المحيطة بالشارع الرئيس الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس بحثا عن منفذ أو منفذين اثنين تمكنا من الفرار من هذا الموقع. فعليا المستوطنون وقوات الاحتلال في حالة استنفار على هذا الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله، وأيضا القرى الفلسطينية في حالة ترقب وقلق شديد مما يمكن أن ينتج عن تحريض المستوطنين بتنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين. هذا ما كان يحصل عادة بعد كل عملية إطلاق نار، أن يكون هناك تحريض على قرى فلسطينية كاملة كما كان يحصل في حوارة والتي دعا عضو في الكنيسة الإسرائيلية إلى حرقها بالكامل، وهو بالمناسبة في طريقه إلى موقع العملية سموتريتش وبنجفير في طريقهم بحسب المصادر الإسرائيلية إلى موقع العملية، وهم من أكثر المتطرفين الإسرائيليين الذين وصلوا إلى الحكومة الإسرائيلية ويحرضون علانية على قتل الفلسطينيين وتهجيرهم وحرقهم وما إلى ذلك. حالة من الانتظار والترقب لما يمكن أن تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا المستوطنون في تلك المنطقة. نحن الآن في منطقة جبلية اضطررنا لسلوك طريق من مدينة أخرى للوصول إلى هذه المستوطنة. نحن الآن في طرق جبلية يسلكها الفلسطينيون في محاولة للابتعاد عن الشارع الرئيس الرابط بين مدينتي نابلس ورام الله، لأن المستوطنون يهاجمون سيارات الفلسطينيين في هذا الشارع حامد. نعم،